هوية بريس. فضيحة إخفاء صومعة مسجد للترخيص لخمارة. أكتوبر 2021، السلطات ترخص بفتح خمارة بإقليم سيدي بن نور. مباشرة بعد ذلك ارتفع معدل الجريمة ومنسوب انحراف التلاميذ والشباب. ساكنة جماعة أولاد عمران بذات الإقليم تخرج للاستنكار. فعاليات مدنية وحقوقية تطالب السلطات بالتدخل العاجل لوقف ما تعرض له الساكنة من أضرار بليغة. جي واحد من الجيران ولا من الساكنة، ما تسوقوناش من غير واحد هاد الشيء، ما سوقش ماشي غير واحد من الجيران، واحد من الجيران حشرة، هاد الشيء راه جاي من الفوق، ملي كتهضرش واحد هاد الشيء جاي من الفوق، احنا غنمشي نسوق الفوق صافي، انا غنمشي نسوق الفوق بارك الله، وهذا اللي قال لك شكون اللي قال لك من الفوق؟ إغلاق الخمارة وانتقال مالكها لمزاولة نشاطه المثير بمحل آخر من أجل الحصول على الترخيص. صاحب الخمارة يقوم بإخفاء صومعة مسجد. الحادث خلف حالة استنكار كبيرة وواسعة بسيدي بن نور. هذه رسالة كنوجهها قلوبية الفساد اللي كاينين في سيدي بن نور، المشايخ ديال الانتخابات، الناس اللي كتصارع على قبل باش تاخذ الاسم السياسي، أننا سنحاربكم وأننا سننغص عليكم داكشي اللي ناوينو ودوك المخططات ديالكم، وأننا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاسبكم واحد واحد. يأتي هذا الحادث تزامنا مع الإعلان عن تنظيم مهرجان تذوق الخمر ببوسكورة خلال أكتوبر القادم. برأيك هل نحن بحاجة لما يوقظ العقول ويحفظها، أم لما يسكرها ويخدرها؟ هوية بريس.